السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم افتتاح فرع شركة كيتو لمنتجات العناية بالسيارات، الفرع الجديد في منطقة السيب الشرادي. مثل ما تشوفوا هذا المحل ما شاء الله، خلوني أوصف لكم وين موقع المحل. موقع المحل راح يكون هذا المكان هناك دوار القصر، وانتم جايين من دوار القصر متجهين صوب بركة، تشوفوا معاي هذه محطة شل. طيب، فبتكون عندكم هنا النزلة مال المحطة اللي تنزلكم حال المحطة، تنزلوا منها وتقيوا وتحصلوا المحل على يدكم اليمين. والله يعطيكم العافية. العناية بالسيارات هنا أولا على اليمين عندنا قسم العناية بخارجية السيارة، من منظف محرك إلين شامبو الغسيل مع الواكس، وهنا كذلك منتجات العناية بالمكيف، معطر المكيف، منظف ثلاجة المكيف، وتحت هذاك صبغ للكليبر، وعندنا هنا أيضا منظف المحرك، ملمع الكروم، ومنتجات مختلفة ما شاء الله، منظفات رنجات وغيرها، وكذلك هنا معطرات اللي تعودنا نستخدمهن، ولكن بقولك هنا ملمعات كثير ما شاء الله تبارك الله. زيوت، الزيوت اللي تستخدم للسيارات، ومنهن اللي يدوروه أصحاب الوارد الزيرو دبليو 16. عافية جميعا.